اهلا وسهلا بكم في افتتاح معهد المحاماه للدوره الثالثه. سيد الاستاذ النقيب الجليل، انتظارك شرف ولقاؤك قيمه نحتمي بها جميعا. اشكرك كنقيب للمنوفيه وكخالد راشد الشخص والمحامي قبل النقاب على انك لم تؤخر للمنوفيه طلبا ولم تخزل المنوفيه يوما على مدار 20 عاما. اشكرك لانك لم تتوانى رغم توالي المصاعب والاهتمامات والانشغالات عن التلاقي مع ابنائك من معهد المحاماه او المحامون بالمنوفيه. في كل مره دعونا فيها النقيب لم نلقى منه غير الاستجابه، غير ان نستجيب لهذا اللقاء وكاننا معا ابناء مع نقيبنا وابناء مع والدنا على شغف دائم للقاء، لقاء تسوده الموده ويسوده الاحترام ويسوده العلاقه الابويه والعلاقه النقابيه التي تجمع بين نقيب وبين ابنائه في مختلف النقابات. نتميز بهذه المودة الخالصة الخاصة ونستسمحه أن تستمر دوما عنوانا لهذه اللقاءات التي تجمع نقيب المحامين الأستاذ سامي عاشور بأبنائه من المحامين المنوفية. إذنوني ونحن على أعتاب الجمعية العمومية لإقرار ميزانية نقابة المحامين وإقرار الزيادات غير المرتقبة أبدا من غير المعركة التي خاضها النقيب وخاضه معه كتيبة أعضاء مجلس النقابة العامة من تنقية الجدول وما تلقاه النقيب بصفته وبشخصه من طعنات الطاعنين وكلمات المغرضين في محاولة لمنعه من استمرار مسيرة تنقية الجدول وما ترتب عليها من زيادات غير مسبوقة في مدخلات نقابة المحامين المالية. هذه الزيادات التي آل المآل إليها في أن تكون زيادة المعاش وألا ينقطع المعاش بانقطاع المستحق له كما كان معمولا به من قبل، إذ كان المعمول به أن من يخرج عن المعاش أو سنه يزيد عن المعاش ينقطع القيمة التي كان يستحقها العضو ويستمر باقي المعاش لباقي الورثة. سوف يكون مطروحا عليكم أن يستمر المعاش بذات القيمة التي افتتح بها المعاش حتى انتهاء آخر مستحق للمعاش بذات القيمة الأولى مع زيادتها الدورية 5% سنويا. المعاش في حده الأدنى 1000 جنيه وفي حده الأقصى 3000 جنيه، وأظن أن هذه مرحلة أولى من مراحل تعديل المستحقات للمحامين. كل هذه التعديلات وكل هذه الاستحقاقات وكل هذه النجاحات التي تكتب من سطور من ذهب لمجلس النقابة العامة الحالي، هناك من يريد إسقاطها، هناك من يريد لأغراض انتخابية أو انتقامية أو شخصية أو لأي غرض كان أن يهيل التراب على هذه النجاحات وعلى هذه الاستحقاقات التي هي من حق المحامين المشتغلين فعليا والحاملين لملف النقابة هموما الذين يقضون أيامهم ولياليهم بين طرقات النيابة العامة وساحات المحاكم في الترافع عن المتهمين وفي كتابة المذكرات ليلا والسهر عليها أثناء الليل وأطراف النهار. هناك من يحاول أن يسقط هذا الاستحقاق، هناك من يحاول
أن يهيل التراب كما قلت سلفا على هذا الإنجاز العظيم. وأظن أن في يوم الاثنين القادم يوم 25 نوفمبر سيكون رد المحامين المشتغلين الفعليين أصحاب الملف، سوف يكون ردهم على هذا بالحضور بكثافة في الجمعية العمومية إعلانا لأننا أصحاب الحقوق وأننا المدافعون عنها وأننا المعنيون فقط دون غيرنا من هؤلاء الذين نهبوا نقابة المحامين في السنوات السابقة ويريدون اليوم إسقاطها. نحن معكم اليوم لنسطر لشباب المحامين سطورا لم تكن قبل الموجودة، فلم نكن في أجيالنا ولا الأجيال التي تلتنا هناك من يعلم أو يدرب المحامي، من يعلمه فنون المرافعة وفنون الوقوف أمام ساحات القضاء وكيف يتعامل مع النيابة العامة أو أمام محاضر في أقسام الشرطة. نحن اليوم نسطر تاريخا جديدا لجيل جديد هو الذي سوف يحمل راية نقابة المحامين. ربما تكون هذه آخر دفعة من دفعات معهد المحاماة ليبدأ بعدها أكاديمية المحاماة، ذلك السرح العظيم الذي تعدل أحد نصوص تعديل قانون المحاماة الذي يكون فيه الفضل والفخر والمكانة الأولى في تعديله للسيد الأستاذ النقيب العام الأستاذ سامة عاشور. نحن هنا لنطوي صفحة المعهد الدفعة الثانية ونفتح صفحة جديدة لأبنائنا في الدفعة الثالثة. نحن هنا لنقول لكم جميعا أنتم دروع نقابة المحامين، أنتم خيرها وشبابها ومستقبلها، دمتم لنقابة المحامين ذخرا ودمتم للوطن عنوانا، والسلام عليكم ورحمة الله.